علي طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، وهو يعيش مع والديه وإخوته في منزل صغير في منطقة ريفية. والده مزارع وأمه تبيع المنتجات في السوق المحلية، وهما يعملان بجد خارج المنزل طوال اليوم. وقد تم إغلاق مدرسة علي بسبب كوفيد-19، ولم يتمكن علي من المشاركة في الدروس عبر الإنترنت لأنه لم يكن لديه حاسوب، إلا أن المدرسة أرسلت له بعض الكتب وأوراق العمل. لكن عندما يتعثر في فهم شيء ما، لا يوجد من يساعده، ومع مرور اليوم يشعر علي بالجوع الشديد، فقد اعتاد أن يأكل الغداء في المدرسة، لكن الآن لا يوجد شيء يأكله خلال النهار في المنزل. ويزداد جوعه سوءاً في فترة بعد الظهر، ويواجه صعوبة في التركيز على واجباته المدرسية. وفي بعض الأيام يخرج إلى القرية بدلاً من الدراسة، وغالباً ما يقابل بعض الأولاد الأكبر سناً الذين يعطونه أحياناً شيئاً ليأكله أو يشربه. ويعتقد علي أنهم من الجماعة المسلحة المحلية، لكنهم ودودون حقاً ويسعدون دائماً برؤيته.